قدرت الصين لمدة 5 سنين امتلاك الكمبيوتر الأسرع بالعالم. الإنجاز الصيني كان رمزي ومهم لأنه الصين دائماً بتسعى للتقدم. على أنها موطن التكنولوجيا الحديثة. إلا أنه هالمرة وبعد منافسة مع الصين قدرت الولايات المتحدة تستعيد اللقب من جديد بكمبيوتر اسمه القمة أو الصمت. صمت اسم على مسمى تمت صناعته بولاية تينيسي. سرعة كمبيوتر القمة خيالية وبيقدر يقوم ب1000 مليار عملية حسابية بالثانية الواحدة. يعني لحتى نفهمها أكثر ونقارن الموضوع مع قدراتنا البشرية، لو جبنا إنسان وطلبنا منه إنجاز عملية حسابية بيقدر كمبيوتر القمة يعملها بثانية واحدة. تقريبا الإنسان رح يطول على الأقل 6.3 مليون سنة ليقدر يطلع بنفس نتيجة كمبيوتر القمة. ما صدقتكم الأرقام؟ هي إحصائية جديدة عن القمة. لو جبنا ملعب وبيوسع 100,000 شخص وكل واحد منهم معه لابتوب، تقريباً بدنا 20 ملعب من هالقياس لنقدر نحصل على سرعة كمبيوتر القمة، ويلي بالحقيقة بيستحق لقب سوبر كمبيوتر بجدارة. وبالحقيقة على الرغم من أنه كمبيوتر القمة عالي السرعة، إلا أنه في منافسة شديدة بين دول أوروبية والصين واليابان لامتلاك كمبيوترات سوبر وضخمة وأسرع بكتير من كمبيوتر القمة. يعني بالواقع تربع على عرش أسرع كمبيوتر بالعالم ما رح يستمر لفترة طويلة. كيف ممكن نستفيد من هيك كمبيوترز؟ كمبيوتر القمة ويلي كلفت صناعته حوالي 200 مليون دولار ممكن يساعد كتير على تطوير الذكاء الصناعي، وبيقدر يعالج كميات كبيرة من البيانات، وهالشي طبعاً بياخد وقت كتير إذا ما استخدمنا كمبيوترات التجارية يلي بنستخدمها نحن عادةً. مو بس منقدر نستفيد منهم بالمجالات التكنولوجية، استخدامهم الأوسع ممكن يكون بالمجال العالمي والصناعات المختلفة وحتى بمجال الأمن، وممكن استخدامهم للاختبارات النووية. شركة IBM المنتجة للكمبيوتر القمة اعتبرت أنه كمبيوترهم الجديد هو المستقبل يلي فيه يواكب البيانات الكبيرة وآلات الذكاء الصناعي. كمبيوتر القمة بيوصل وزنه تقريباً ل 340 طن وبده مساحة لا تقل عن 1 كيلو مربع، وفي حوالي أكثر من 9000 معالج و 27000 معالج رسومات. والكابلات المستخدمة فيه بتوصل تقريباً ل 300 كيلومتر، وطبعاً كمبيوتر بهالحجم بده قدرات تبريد هائلة، لهيك كمبيوتر القمة بيستهلك 1500 لتر مي بالدقيقة.